حرب اكتوبر كان رجاله، الجيش المصري كان راجل فيها يعني، وربنا يوفق مصر. كان لو انت موجود في حرب اكتوبر الدور اللي كان ان انا اقدر اعمل عهد على اسرائيل او اتفاق على اسرائيل تمسكهم لحد الان، او نقدر نفضل فرضين سيطرتها عليهم لحد الان. كل مصر كان نفسه يشارك في الحرب يعني. انا كل امنيه حياتي ان انا كنت اكون في حرب اكتوبر، لان دي حاجه شرف لينا، فخر. حرب اكتوبر المجيد، وعلى فكره انا ابويا من الناس اللي عبرت يعني. كنت ان شاء الله كنت نفسي كده ابقى راكب دبابه كده. كان نفسي ابقى واقف على مسرح عسكري اهو بالمهام الموكله ليا. كل حب الناس كلها كانت في روح معنويه عاليه. اي حاجه. وطبعا نفسي اي مواطن مصري محارب يعني ان هو طبعا يقول الشهاده. كل حاجه الواحد يقدر يعملها هيعملها، ان اكون معاهم بس دي كفايه، دي شرف كبير ان اكون موجود. انا كنت نفسي ابقى جندي زي ما قالها السادات زمان.